مساء الخير، اهلا بيكم. النهارده هنعمل حنه بلدي للشعر. بجد الحنه البلدي دي احنا مفتقدينها الايام دي، بس الظاهر كده ان احنا هنرجع لايام زمان لانها بجد مفيده جدا للشعر. بتمنع التقصف والتساقط، وكمان لو عندنا قشره في الشعر بتنهيها تماما بمكون واحد بس هنضيفه عليها، هتخلصك من كل القشره اللي موجوده في الشعر. كمان بتشد اي حراره زايده في فروه الراس، فبتريح فروه الراس جدا. وهي هنا بتنشف الشعر شويه بس عشان ما تنشفش الشعر، هضيف برده مكون حلو جدا علشان ما تنشفش الشعر معانا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تشيروه علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نبدأ. أول مكون معايا هيكون الحنة البلدي بالشكل ده. دي الحنة البلدي بتاع جدتنا. طبعا الحنة دي احنا مفتقدينها، جميلة جدا للشعر، مقوية مغذية للشعر، وفي نفس الوقت كمان بتسحب لي اي حرارة زايدة في فروة الرأس. غير كده وكده بتعالج لي القشرة والتقصف والتساقط، وبتقوي لي الشعر جدا، وهتديه لون ممتاز جدا. لو عايزينه بني هقول لكم تعملوا ايه، ولو عايزين اورانج هقول لكم برضو تضيفوا ايه، ولو عايزينه احمر برضو هقول لكم تضيفوا ايه. كل حاجة لها استخدام، وكمان بالاضافات اللي احنا بنضيفها بيدي لون مختلف عن التاني. يلا بينا كده نبدأ. هنحتاج من الحنة دي 4 معالق من الحنة البلدي بالشكل ده كده. واحنا هنا هنعمل اللون اللي هو البني الفاتح. 2 3 4. انا هنا هعمل شعر بنتي، فمش هنحتاج اكتر من الكمية اللي انا بعملها. انما انت لو شعرك طويل او هيحتاج كمية اكتر، تقدري تضعفي الكمية على حسب الشعر او على حسب الكمية اللي حضرتك عايزاها او هتستخدميها. تمام. هنضيف ايه كمان علشان ندي اللون البني الجميل؟ هنضيف نص معلقة صغيرة من البن بالشكل ده. البن اهو ده هيديني اللون البني الفاتح الجميل. لو عايزين لون بني غامق شوية هنضيف معلقة كبيرة من البن. تمام، على حسب الدرجة اللي انت عايزاها. طيب هنقلب بقى المكونات دي كده مع بعضها. بالشكل ده انا بوريكم الطريقة، ولو عايزين تضعفوا الكمية مفيش اي مشكلة، على حسب الكمية اللي انتوا هتستخدموها. بالشكل ده كده. وهضيف ايه كمان بقى علشان الحنة من الحاجات اللي هي بتنشف الشعر شوية او بتخليه هايل شوية، فاحنا علشان نتجنب ده هنضيف مكون مهم جدا ولازم تستخدموه علشان لو عايزين شعركم يديكوا الطراوة اللي انتوا عايزينها او يبقى طري كده ومرطب. هنضيف المكون ده. المكون ده هو الكريم، حمام الكريم اللي موجود عندك. هنضيف منه نص معلقة صغيرة بالشكل ده كده اهو، نص معلقة صغيرة من اي حمام كريم عندك على المكونات دي. اسفة. وعلشان اعجن الحنة دي واخليها عجينة متماسكة علشان اقدر استخدمها على الشعر، مش هضيف مية خالص، هضيف خل. ليه هنا الخل؟ الخل برضو من الحاجات اللي بينشف الشعر شوية، بس نص معلقة الكريم اللي احنا ضفناها دي هتطرنا الشعر جدا، ما تقلقوش خالص. هنضيف الخل هنا ليه؟ علشان لو في قشرة في شعرك تقدري تتخلصي منها بكل سهولة. لو ما عندكيش جلد ميت في فروة الراس او قشرة كتيرة، تقدري تستغني عن الخل وتستخدمي بداله مية، مية عادية من الحنفية، وافضل تكون مية دافية. تمام. بس احنا هنا هنستخدم الخل علشان نتخلص من كل القشرة اللي موجودة في شعرنا. تمام. فهنحتاج الخل، الخل الموجود في بيتنا كلنا، او ممكن خل التفاح. هضيف كده من الخل، يعني قد 4 معالق من الخل، وهبدأ اعجن واشوف محتاجة تاني ولا لا. بالشكل ده كده. بصوا همسكها كده علشان اقدر اتحكم فيها، واقلب بالشكل ده لحد ما تبقى معايا عجينة متماسكة. وطبعا انا هنا هحتاج كمان معلقة خل علشان انا عايزاها طرية شوية علشان اقدر استخدمها. بالشكل ده كده. هحتاج كمان معلقة من الخل، بس مش اكتر من كده. كمان الحنة دي نقدر نستخدمها على القدم، اللي عندهم شكة في القدم يقدروا يستخدموا العجينة دي على القدم او على الايدين او على الاظافر. لو عايزة ظوافر بني او البني الغامق او الفاتح، تقدري تحركي الدرجة زي ما انت عايزة. بالشكل ده كده. بقت معايا عجينة متماسكة وجميلة جدا.
اهو بالشكل ده كده. هنحتاج كمان معلقة خل علشان انا عايزاها طرية شوية عن كده. هنبدأ نضيف خل بقى لحد الدرجة او لحد الاسفل لحد القوام اللي احنا محتاجينه كده. ووصلت معايا للقوام ده بس كده، هو ده القوام اللي انا عايزاه. وهستخدمها على الشعر وهسيبها على الشعر لمدة 8 ساعات مش اقل من كده علشان تديني اللون اللي انا عايزاه. كل ما سبتيها اكتر كل ما تديكي درجة اغمق في اللون. تمام. طب انا عايزة شعري يبقى احمر او مدي اللون النبيتي اللي هو الفاتح، هضيف مية كركديه اعجن بيها الحنة بتاعتي. مية الكركديه بتدي لون حلو جدا للشعر. طب انا عايزاه لونه اصفر او اورانج، هضيف كركم، معلقة كركم كبيرة مكان معلقة البن، وهبدأ اعملها بنفس الخطوات دي. بجد حلوة جدا هتعجبكم، يعني وصفة رهيبة جدا. كمان نقدر نستخدمه على الاظافر وعلى الكعب وعلى الايدين، يعني الحنة البلدي لها استخدامات كتيرة جدا. في ناس دايما بتعاني من شكة في كعب رجليها او الام شديد بينتج من اكل اللحوم والفول، البقوليات زي الفاصوليا واللوبيا والكلام ده كله، لو كتروا من الحاجات دي او من اللحوم بيحصل لهم شقة في الرجلين او في القدم. فيقدروا برضو يعملوا الوصفة دي ويعجنوها برضو بالخل، بتسحب كل النارية او الحرارة اللي موجودة في كعب الرجل وبتخفف لك من الالام من اول استخدام بفضل الله. كده النهاردة وصلنا لاخر الحلقة، يا رب حلقتنا تكون عجبتكم وتكون استفدتوا، ولو استفدتوا ولو بمعلومة ياريت لايك للفيديو وكمان شير في الخير علشان كل حبايبنا يستفادوا معانا. وفي السلام دايما ختام، مع السلامة.